الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. نباسي مناسخة أبوين قايش نباسي تباينك بو تباينك مثالك من هنا وأمر قرك مانا مثالك يتر بينه مثال آخر مثالك يتر بينه مات رجل عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت، يعني بياوي مردوة جنيك وسيك وركشكي بجي الله كرو كرة كانوا شكاوا أنا عصبا أصلي مسألة كمان لهشتة مخرجي سهمي جنكا دي أو هشتة يقبو جنكايا يقبو كشكايا أما دواني روي شاشي جبو أو سيا كرة يكي دواني إذا مسألة كان يازي بتصحيح نية أم رئيسة كاني أم كشيك سهمي بركوتوا باش لهشتك، ولي ثم ماتت البنت عن الورثة في المسألة السابقة أم جاك شكا بمريه أم وارثانه بجيب الرجل لواجنك أبي بدايكي باشا أو سيكوريشة أبن ببراي، يعني كأنما دايكك وسيبراي بجي الله أو وقت دايكك يك ششم أبي، يعني كواتم مسألة كلا شبرا كان عصبا مسألة كلا أول ولا ششة يك بو دايكك يو بينجيش بو أو سيبراي دي أو بينجيش بسر سيكا دابج نابي بينجو سي تبايون يعني هيا سي زربكي لششة أبي تهجدة كبوبة هجدة أمرا، يعني ما مسألة مردوة دوا مكيا كبوبة هجدة أمرا بشكي أوابي سيبو جنكيا أو سيبراشي كي بينش آوة تاني حربز يكا كبوبة هجدة جائسة أم هجدة لقال مسألة كي خو أم هجدة مسألة مردوة دوا ما لقال سهمي كلا مسألة أول قرتوتي كسامكا يقبوة تبايوني هيا فز هجدة زربكي لهجدة كمسألة أولا كيا اگر 20 بوایه 20 هشت اکرا 160 ایسا 16 لیا کموکا 154 ها 160 160 اری 16 لیا کموکا 144 ابيت 144 جاء اسال 144 يعني دابج ام جنا لمساله كم لها اشتكي يك يكو يعني يك يكي اديك كي ادني بزر بي هجدة ابيت هجدة سهل لا 144 هجدة حاربي لمسألة دوما اللي هجدك سيبر دوا وليس سيكي أديني بزر بيك حالبي دي سي بزر بيك أدبت سي هجدك سيبر وان بيسويك يعني هو بيسويك كيبر أم برايا نش لمسألة كم دويان بردوا هر برايا دوي بردوا باشا دوا كي بي أدين بزر بي هجدك شون مسألة تبعيونا مسألة زر بيكنا مسألة دوما هر برايا بيت سي وشش ليوه أنا جاي بنجي شان بي أدين بزر بيك. بعلم. بنجي كان بدين بس دي أم جارة بنجو سي وشش شلو يك. مثلاً دبيت السيد أنا شلو يكي. صدو بستو سي. حالبي بستو يكيش من دوا بجنكة بدو صفتي دايكيتي وجنيتي شاكا أبيت صدو شلو شوار. جاء أم جارة دينين با أو حلي مثلاً جدولك ما شاكا. خم مسألة كم وتمان زوجيك وسي ابن وبنتك ليه ده هريك كان زي فرزك جنكا يا كهشت مخرجي كسرك أو كهشت أي كان بس أصلي مسألة كمان لهشت نيازي بتصحيح نية يا أجر بدين بجنكا حوت يمينيته أو سي كره هر كره دويا أدريتي سكجيك أدريتي أما ليه أما توابي بلام دواي أوى أمكش أمري باشا كأمك شمرت أو كلوة ميت أمك شمرت يكسه ميهاية أو أخته كيهاية بو يكسه ميهاية مثلا أو زوجك لمسألة ولا زوجة بولي رأبت أم كوات أمك هي وسيع شقيق باشا مسألة لأصلا لشاشة أقر يك بدري بدايك كا مثلا بين سهم مينيتو بين سهمك بو أم سيع شقيقية بينج بسر سيع دابج نابيو تبايونيش يعني هيا وقت مجبوري بين زرب كي كنسي سيكة تعدادي سهم منكسر عليهما زربي كي لا ششكا بيتا هجدة اما هجدة كي هنا كواتي دايكا كي لا هجدة كي سيئبا براكاني يكي بين جبن او توابو حربي امرا كبيننا وجامعك صوت شلو شوار مسألة كلا صوت شلو شوار دروسه زوجك لمسألة كما برد زوجية يقبى زربي هجدة ابا باشا أو هجدة أمر لمسألة دوميشة كبوة أم
يك بزربي يك أبا ننا يك بزربي سي أبا سيب زربي ما بخاف ها سيب زربي أري سيب زربي يك أبا حشدة لحشدة كسي أكوت سي أبا بزربي يك باشا دي أمرا سيب زربي بيت السي سي أو تريش حشدة بردو أو بيسوي كيبون نسرعه مثلا يك يك لابن كان لنزل جرين يتربو أوان تريش هريك يك كان مثلا مسألة أول دوي كوتوا فزقر دوا كي بزر بي هجدة بتتك هاتا سي وشش حالبي وقت يكبو بسي وشش لمسألة دوا مشا پنجي كوتوا پنجكا بزر بي يك أبا پنج وسي وشش تلو يك أو دي هو دوش جاء أمجارة علي واضح من حل هذه المسألة أن الأولى صحت من ثمانية لهج دروز بو أولاك وانيا ما وصل أول زر بي يكا مجلو وانيك كتكي و باشيك سكنية يك سهمي هيا دي هر مسألة يك سكا خوي مسألة كي هجدية حالبي بلام سهمك يك سهمك يك هجدية آري آري دي أم جارة سهمك لقال مسألة كي تباعيوني هيا بس هركز لمسألة أول إرزبري هرشن سهميك وأبي سهمك يبو زربك إلى مسألة مردوي دوا ما كهجدية وأقل لمسألة دوا مج بردي بوي زربكين لو سهميك لمسألة أول بردويتي واضح من حل هذه المسألة أن الأولى صحت من ثمانية والثانية من هجدة يعني من ثمانية عشرة ونصيب الميت الثاني من المسألة الأولى سهم واحد نصيب مردو دو مكال مسألة كم يكسهم بوا وهو أو يكسهم شيء يباين مسألته لقال مسألة كا تبعيني يجو مسألة كا هجدة أو يكا كسر مصري مشترك يعني فنضرب المسألة الثانية في الأولى بس مسألة دوامك كا هجدة زرب يكين لمسألة ولا كدا كششة كهجدة فتبلغ بعد صوت شلوشوار كبتا هي الجامعة للمسألتين أبدا جامعي دو مسألة كا باش صوت شلوشوار للزوجة من المسألة الأولى يك كي يضرب في هجدة يعني بزرب هجدة يساوي هجدة ولها من الثانية باعتبارها أما سيبو تضرب بواحد زرب واحد وهو نصيب الميت الثاني نصيب مرد ومكب من الأولى لا أولك يساوي ثلاثة أو ثلاثة ولكل ابن من المسألة الأولى سهمان دو سهمان يضربان بهجدة فيحصل لكل واحد سيوشش سهمان من الأولى لا أولك ولكل واحد منهم باعتبارهم إخوة أشقاء من المسألة الثانية خمسة أسهم أو خمسة إشا تضرب بواحد زربي يقدكري تساوي خمسة ثم يجمع نصيب كل واحد من المسألتين فيكون ناتجه هكذا بمشي هو سي زربي هجدبي سو يقلي دايكا أو إش مثلا بانج بإزافة سي وشش بيتا تشلويا أو تهرتك يوالا كما هو مبين في المسألة السابقة جاء كان ما مر في المناسخات كله إنما هو فيما إذا مات من ورثة الميت الأولي شخص واحد أويك بمري اللي ورسين مردوية كم يك شخص بمري عالمي ضل أمري كمية أو جاني يك مردوة وإيش تعرف سكان بشر دانية مردوة أو إيش بدوا إيش دانية تلمري إيش تعرف سكان برس بشنك عيسى على مسألة مسألة كلو برهنة بمري بشلو يك سهمو حاضر أويك بمري كي بجي يلي دايك يك بجي يلي مثلا لقل يتري عيسى وصلوا شلو شوارا هاتا نوى جامعة ولي إن بمسألة أول حساب يكين قوة معنية شي ما يقولون لو برما جامعة أبو أمانة حصلوا شلو شوارا كم مسألة مسألة مردوية كما يعني مردوة دوا مكان دائما بمردوية كم أو مسألة مسألة كم دي أمجرة بو مردوة دوا مكا بو مردوة سوا مكا برين مسألة دروسة كي مسألة سليوانية برين بالي شلو يكسهمي كوتوا دي كي اللي بجمع دو برا لقل دايك يكا دايك يكا يك شاشم يكا مسألة كلا شاشا پنج مينة دو پنج مسألة دو عدا باش نقرة تبايوني هيا باشا دو زرب دكري لشاشا دبتا دو عصدا جا عقل لوا باشي كي دو أدري بدايك يكا واني كي پنج آيسا مسألة كي أم دو عصدا سهمكاني چند حالبي لمسألة لصوت شلو شواركا شلو يق شلو يق كسري نية بعمري إخوة هيج كسري كي نية أي كوا كسري هذا تقسيم برشي يقين تا
تقسيم بردو ناوي تقسيم برسي ناوي ها سي مثلا سي شواردي اكاتا شلولو دي سي سي زي اكاتا نوزد سي ونوبا دي وبا ناوي عم جاب برشوار ناوي شون تشل خوي برشوار قابل تقسيم بر بانجي جناوي هش بانجي اكاتا شلولو دي بر شش جناوي شو شش حوتي شلولو حالبي كاتا شلولو كسرينية دي لم لا يشو مثلا كشي دوانزي دوانزي كسري شي ببيع بدرس شغله لي نادري حالبي بس تباين يعني تو ابي ام دوازده كمساله مردوي سوما زربك الى صوت شو شعرك حاضر منظور وي اعوي جي بس هذه هسا اگر دوازده زربك الى صوت شو شعرا بمشي بابا ام دوازده زربي صدو يعني صدو بابو صدو شلو شوار مساوي هزار وحوصو بسو هشت مسألة كان هزار وحوصو بسو هشت حاربي يا ساعة الويت أو يكلم مسألة أول كوتتي مثلا دايكا كان يلا مسألة إلى صوت شلو شوار بيسوية كي كوتبو بيسوية كي أديني بزربي دوازدة أمره حاربي بلا كمسألة مردو دواما مثلا أو برايات شلوية كي كوتبو شلوية كي أديني بو هر برايات هر بزربي دوازدة إديني ولا مسألة يقوى هر كوتبو لا مسألة دو كدوان زكاة دايكة كدوي كوتبو حاربي بزربي سهم كان ديني بزربي شلوية كي ديني يعني تبشاكا أو لوي هنا كان يخو يعني أو يوالا مسألة لا صوت شلو شوارك إبر كبيسوية كا بزربي دوازدة إديني أو إلا مسألة دو ما كبردي كبرتي بولدو دو كي بزربي شلوية كي ديني تباين يعني هيت سهم كان حاربي أبو جوري بشاكا يعني أبو كركا بلا شلوية كي كلا أول بدي بزر بيدوازدة إديني حارمنا ده شلوية كي بزر بيدوازدة سدش ليش وارصات آوة تاني ده دويش ويش بيس أما شو وارصات وبيس يك دانا شلو دوي شلوية كيش يبي إضافة كا صاد وبيس أو صاد وشاسوية آوة ها أري شو وارصات وشاسوية ده شو وارصات وشاسوية زرب دردو كبودو براكا شو وارصات وبنجا من نوصاد نوصاد وهم دبيت هالشي أري نوصدو بسدو نوصدو بسدو حالبي هي هردو كيان دي أم جارة أو هنا كش دايكا كش عندي كوتبو دبيت لوي ترى لا والله كبسوية كيب آوة تانية بسوية كمان بو زرب كردبو لا دوازددا حالبي دوازددا أنا بسوية كي ده بيستي دو صد بيستوية ده يكي اما دو صد و ده ده بيستوية كي كتيريش بيه إزافة اما دو صد و سي و دو لهي دو مشا لمسألة دوام كدوازة بدوي بردبو دو كي بوزر بكين لهنا چلو يك ده على دوازة كدو يبر حالبي لسه مكانية بيتا هشتاو دو هشتاو دو لقل دو صد و سي و دو مثلا داي سي و دو كا لقل هشتاو دو كا توا تصور كا اما هشدايا اولي و صدي براستو كا اما سي صد و سي و دو لباش دا چندي ما بوا يعني دوازة من إزافة حسا قروي لك موك بيتا تقريبا سي صد و بيست سي صد و بيست با إزافة نو صد و نازالم چنيك نو صد و بيست و دو ولي اما يكو حوصد آخر حينك يا ما قال اشتباه يا ما هاتي إني ما كر سمد دوازدة بو دوازدة كمان زرب كله شن ده لبو دوازدة زرب كي دوازدة در تشلوشوار مثلا ما وصل سهم كان نعم أليس در صدو تشلوشوار دوازدة زرب در صدو تشلوشوار أما زرب در تشلوشوار ما نخير أما دوازدة زرب در باش دوازدة زرب در صدو تشلوشوار باش مساوي بره يكو حوصدو بسو هشت يكو حوصدو بسو هشت وكل مسألة كي استا ولي باب يموت مع مثلا او برا خلاسية برا كوت مع دانية كان مرد او دانية لو وارسانة مردبون وارسكانة كماوين بريتية لهناك لجنكا كبدو صفت بو ام دايكا بو دايكيتي
وليت أول لواب صفة جنية يب لما سليك عجنب ولما سليك ترى دايك بو ليرا شهر دايك هر بدايك آوة مثلا أجر دوبراي لي بجيما وإذا في دايك شون كدوبراي هي دايك كي يكششم يكل بس مسألة مردو دوام لأصلا ششة شون لششة ك يقبي بدايك كسهم يكمني توب ودوبراكا أو سهمي شبسر دوا دا بجنابي بيت بيت جميني تو پنج بسر دو عدد برج نامه دو کازل بکن لش بته دوازده. پس مسئله مردوی دوم دوازده. دی سهمی که مردوی دوم، مردو آخره که لو مسئله جامعه که اول بردی لسه شلو شوار که چندی پی برابر لسه شلو شوار. شلو یکی پی برابر. آواتن. شلو آو شلو یک سهمی بردی بو. استاد شلو یک لگال دوازده که تباینیانه. حالا بی. پس دوازده که زرب دکین ل مسئله که ما کسادو شلو شواره. اکات صدو هزارو حوصلوا بستوى حوصلوا بستوى جامعي دوامية جامعي دوامية وتاني سلينا قرأك مانا باشي دايكا كبدي دايكا كلا دوازدك دويدا كون لوي كلا صدو شلو شوارك بستوى كي كوتبو يسب بستوى كيدا دينية بزربي شي بزربي دوازدة كمسألة مردي دواما حربي داي اقر ايما او يبديني بزربي دوازدة كاتا شنية سامكي بعد من المسألة تيجي ندم أو نا هرب قشيك أصلي مسألة كا ده يبعشة بهرب بينو سواء كبا شنيا كيد وعي جميع كينو أو بزر بيدو عصا يعني مثلا أو شندي كوتوا بيستوي كزر بدر دو عصا بيستوي كزر بدر دو عصا كوتوا يعني دو عصا ده أنا بيستوي كي بعشة ده بيستوي كي دو صدود أو ده ده دو بيستوي كي أبدا شلودو شلودو دو صدو دا أما دو صدو شست نا دو صدو پنجاو دو أو دو صدو پنجاو دو بنوس أو التاني أو دو براش كماون دو براكا شلو يكيان كوتبو باشا لمسألة جا بني بك دايكا كشتا مسألة دوامي ماوا مسألة دوامي ليكي أو التاني لمسألة دوامي دويدا كون دو كيد دينيه بزربي شلودو بزربي شلو ياك بزربي شلو خاصه من مردي اول شلو ياك وحاربي دي دبه 82 باضافه 352 باشا دي امجار هو او مانوسي وسامي دايك لا عندهم مساله قواليها امر ابو براكم ويكي كان حساب كي اوتش الحساب حساب هيك شلو يك سهمي بو ولا مساله اول دار زرب دار دواز ديك حاضر شلو يك دبيت شو عصبنا ودودو ما وصل شو عصبنا ودودك ها أو مسألة زور سيرة خراب دي توا يجي أنا بلمك عسا أجر دو عزان ده ده شلي خوي شو عصت أجر ده كي حصل هو ما مسويك ما حليك هو يسأل مردودو راسك أو ما بحسب جاب بلمك شو عصبنا ودودو ما نيا رجال بشيك أري. يمكن شيء كشلوا لواتس. جوار حسايكم. إسأي من اللي وا بلين داش اللي وياكي شو عصدو داك. وياه. أو أختي داي دو دانا داش اللي وياكي جاوي هشتاو دو هشتاو دو شو عصدو صدو نوا دو دو. باشا. شو عصدو نوا دو دو. يعني لا بيصير هشتي كمان. أمرا لو يكاد شندي كوتو بنجي كوتو. بنج. بنج كي بوزرب كا لا شلو ياكا. بنج. بنج اللي خوي دو صد. دو صدو بنج. لا 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 أبيت 690 وتاني 690 أعوز أرب دردوكا 690
شوار حوصد وحوصد كانت هزار شوار صد هزار وسياسات هزار نود وشوار هزار وسياسات ونود وشوار سامي دايكا كتشاني أبو أمي سياسات وسي وشوار بو سياسات وسي وشوار بو بابزا أول شاني كاكا ويبيت واني مامسا هزار وحوصد وبيستوهش تواوة دقيقة حاربي أني بوجوه لديك جاي سبوي عليه كان ما مر في المناسخات كله إنما هو فيما إذا مات من وراثة الميت الأول شخص واحد أما فإذا مات شخص ثاني يكيتر بمريه قبل قسمة تركتي بل تركتي فإن العمل أن نجعل الجامعة الأولى كمسألة أولى جامعة يكم يك جامعة يكم ومسألة ليس لتعيدها مسألة يكي أول دعني ونجعل للميت الثالث مسألة جديدة باشا ودان ريبو مردو سيهمكا مسألة يكي تازك وتطبق بين مسألة الميت الثالث والجامعة باشا أري نفس القواعد التي مر ذكرها في الميت الأول والثاني أما تطبيق كريه لنواني مسألة مردوي سيهمو لنوان جامعة أولا كدا همان قواعد كذكر يانتي بربولا مردوي كمو دوما فلا حاجة لإعادتها هذا تعلم هذا ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا كان لا يرث الميت الثانية إلا الباقون من ورثة الميت الأولي باشا ولويك بيويستا بوتريه أجر أوزان را كجيجا لو مثلا زان را وهيش كسيق إرز لمردو دو مكانابا إلا هر أواني كماونا ولا وارثة كان حالبين وكان إرثهم من الميت الثاني كإرثهم من الميت الأولي باشا وإرز بردني مثلا دوامي كان سوامي كان لميت دوام همان إرز بو يا إرسي وارثة كان لميت دوام همان إرسي أنبوك لميت أول دبرا جعل كأن الميت الثاني لم يكن من ورثة الميت الأولي وادا أن يكمردو دوام لنا ورثة مردو والله هرنبوا وقسم المال المتروك بين الباقين من الورثة ومع لك دابج أكري لنواني وناك لوارثة كان ما هو لأنه صار إليهم بطريق واحد شنك إرسك مالك جي وبيان بوارث أنا بياك طريق مثال هذا سما لو مات شخص عن أربعة إخوة أشقاء كسي مردوه شو أبراي شقيقي ليه بجبراي باكداي ثم مات واحد منهم من الباقين من الإخوة عشان لو شوارش دانية بمرية لو برانا سياني أنا مينته ثم مات ثالث عن الباقين أمجر سيهمك يجب بمرية لو أنا دوبرا ماونتو إيسا أنفسهم فإننا نعتبر الذين ماتوا بعد الأولي وأنك دعوا الله كمردون كأنهم لم يكونوا حرب النبوة آوتان وتقسم التركة على الباقين منه درجة عمليان نادي آوتان قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى في المناسخات الرواية مثلا شند أنا كر يا هر خشك برابة يا كالي باكو دايك يعني حال حاضر باكو كان مردوة باشا دايك شان معمول اللي باكو كان سامي كوتوكا يا كشتوما دواي مالكان باش نكره دوايش دايك كان دمرية لازم ناكا مثلا دو مسألة دانية يكيك باحتسابي دايك يعني ويك شنك إليز بردني أم كروك شانا لباوكا كيان شون بولا دايك كشان وايا إيسا كشان بو أمان دير وارثي جديد يشي بي إزافة نبوه مثلا ولي أقر بي إزافة مجبوري دي مسألة دانية قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى في المناسخات وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب وعرف سهمه أجر يك يتمر بل قسمات أو حسابك صحيحك سهمك ابناس واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم وتولى نزر قرى باشا لبو أمي دوامك مسألة يتر هروكو تفصيلي أما بيان كرا وتفصيلي مسألة بيان كرا ولما قدم لمسألة قبلية وإن تكن ليست عليها تنقسم يعني أجر هاتو أو سهماني كلا مسألة كم أي برد دابش ندبو بسر مسألة كيا فرجع إلى الوفقي بهذا قد حكيم حاربي أو تو بناب وافق بره أجر وافق به بهذا بما حكم كلاوة وانظر فإن وافقت السهامة
فخذ هدي توفقها تماما. جاء أمر سرنج بده، فإن وافقت السهامة أجر مسألك لقل السهامة كم وافقيبو، فخذ هديتا أو يا أخو أخوة هداية البدا تول بقرة وفقي مسألك بتواوي، يعني ثم عامل بوفقي مسألك بك، واضربه أو جميعها في السابق أو وفق يا جميع مسألك زربك لمسألية كما إن لم تكن بينهما موافقة، أجر موافقة لأراد أن يبقى تباين بو. وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، هم سهم كان بله زرب دكريا لهمو، وكل سهمنا هرشي سهم هيا بله في جميع الثانية لدوما كدا سهم كاني نو مسألة دوم يضرب زرب دكريا هم سهم كان دي أو في وفقها على أن يبوا هاي وشعر. زرب ذكرك كل سهم يقول لك كل دوم يكاد. أري وكل سهم ضرب ذكري هالضرب يضرب أو يضرب أها أما كل مبتدا بيضرب خبر كبير يضرب كل سهم في جميع الثانية. حاربنا. باشا يعني زرب ذكري هم سهم كان باشا في جميع الثانية. أري لها مو ثانية كذا، بوا كل سهمك. دباش وايا. هر لكات تباينانية وقت يقولك ما نبشي مرد وكبين. هر سهمك اللي مسألة والكل كربتي. دوامية كين. يان لو وفقك يا أجر وقيا على نيم بأشكر أكله. وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمامي باشا. وأسهم الأخرى يعني. أو سهماني كلا مسألة كي تلعي كلا مسألة دوميك أو ففي السهامي تضربه لسهما كان دا زرب ذكري أقل تباين به يا لوفقي سهما كان دا زرب ذكري بتوابي فهذه طريقة المناسخة باشا. أما يرغي المناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة بما سرك وابو رتبي فضل رتبي برزي فضل شامخين رتبي برزي موفق إن شاء الله.